إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأحسن كما أحسن الله إليك. وردت هذه الآية في سورة القصص برقم 77، وأحسن كما أحسن الله إليك. جزء من هذه الآية تضع منهج حياة للإنسان الذي كرمه الله عز وجل واصطفاه على سائر الموجودات. خلق الله الجمادات، وخلق الله النباتات، وخلق الله البهائم والحيوانات والطيور، ما نعلم وما لا نعلم من هذه العوالم، بمبدأ الزوجية المبثوث في هذا الكون، كما قال ربنا في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ليظل الإعجاز القرآني قائما أبد الآبدين. ومما لا يعلمون، فلا يمكن أن نحيط بعوالم الله عز وجل مهما ارتقينا، مهما ارتقى الناس في العلوم والمعارف. صدق الله إذ يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتأكد هذا المبدأ في سورة الذاريات في الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالله عز وجل خلق الإنسان وكرمه واصطفاه على سائر الموجودات. قال في سورة التين الآية 4: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. وكرمه أيما تكريم، وكرامته في آدميته، لقوله تعالى في سورة الإسراء الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإنسان المكرم منحه الله النعم التي لا يحصيها عددا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. منحه مقومات الحياة من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء، ثم كتب له الأجل أنه سيموت متى شاء الله، لقوله تعالى: ولكل أجل كتاب. والحياة في حد ذاتها دار ابتلاء، دار اختبار لهذا الإنسان المكرم، كما قال ربنا في سورة الملك في الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل خلق الكون فجمله وأتمه وأكمله وأبدع فيه أيما إبداع، وقدر الله عز وجل أن يشتق من الحسن أسماءه كما قال ربنا في سورة طه في الآية الثامنة، يقول ربنا جل جلاله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وسميت أسماؤه حسنى لأن كل اسم من أسمائه جل جلاله يحمل في ذاته صفة. وطلب الله عز وجل منا أن نحسن كما في سورة القصص في الآية 77: وأحسن كما أحسن الله إليك. ما هي مجالات الإحسان؟ عديدة، من أهمها المجال الأول مجال القصد، مجال النيات، لقوله تعالى في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي سورة الكهف الآية 110 ربنا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المجال الأول الذي يجب أن نتمثل فيه الإحسان ومجال القصد، مجال النيات. والمجال الثاني هو مجال العبادات، لأننا خلقنا لنعبد الله. قال الله تعالى في سورة الذاريات الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن أمة الإسلام، الأمة الشاهدة على الناس، في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52: وأن قراءتان: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. والمجال الثالث هو مجال المعاملات. مجال المعاملات مجال فسيح، مجال واسع، تعددت ميادينه. فلنبدأ بالإحسان للوالدين ومقامهما بعد، كما قال الله عز وجل، ومقام سامق ومقام شريف. قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء الآية 23: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأمرنا الله بالإحسان إلى الغير. ربنا قال في سورة فصلت الآية 4: ادفع بالتي هي أحسن.
وفي التعامل مع الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي مجال القول قال ربنا جل جلاله: وقولوا للناس حسنا. وقال في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، من الآية 24 إلى غاية الآية 27، حيث ختمها الله عز وجل بقول الآية 27، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بلا استثناء، وخالق الناس بخلق حسن. وفي مجال الدعوة إلى الله قال الله تعالى في سورة النحل الآية 125: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي مجال القضاء قال الله تعالى في سورة النحل الآية رقم 90: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومجال المعاملات مجال فسيح، أمرنا أن نحقق الإحسان في هذا المجال الحيوي الذي به نجمل حياتنا ونحقق التعايش المطلوب والتناغم المطلوب، كما قال ربنا في سورة الحجرات الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأحسن كما أحسن الله إليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن البشرية قاطبة، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم ويمن كتابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.